يقول: هل من دخل الحرم يجب عليه أن يطوف حول الكعبة أو يكتفي بصلاة ركعتين؟ كلاهما عبادة وكلاهما فضيلة، كونه يجمع بينهن أحسن، كونه يطوف 7 أشواط ثم يصلي يجمع بين العبادتين أفضل بلا شك، ولو صلى وجلس جائز هذا، ولو طاف وصلى ركعتي الطواف وجلس أيضا كله جائز الحمد لله. نعم.